ريحنا. سألت في الكلية قالوا لي مفيش اسم كده. اخرس! أنا ابني مقاعد في الكلية طالب برتبة حريف. بجد يا عمي؟ طبعا. تقرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا؟ أنا قلت اللي عندي. حلو أوي. دبشة! جاهز يا ريس. ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقال اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا! سفينة؟ ولا سفينة؟ اصحى بوس ايدك. ما تخليهاش مصيبتنا. بوس ايدك اصحى. سفينة! سفينة! ايه يا باشا؟ ما تخافش. لا غايب. ما تبصلهاش خالص. ماشي. اهدى، انا هفهمك كل حاجه. اهدى بالراحه. اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطه دي مش بتاعتي. ولا بتاعتي من مصعب. انا عارف. انا عارف انها مش بتاعتك. ركز بس، انا هفهمك كل حاجه. الشنطه دي جت معايا غلط من مصر. مصر؟ انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر. انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه. انا مالك؟ انا مالك البوليس يا باشا؟ محدش هيصدق. هو انت مش بوليس؟ لا انا مش بوليس. لا يا باشا فهمني. ايه يعني مين امانه لبوليس؟ لا هفهمك. هفهمك. فهمني. هفهمك. قلت هفهمك. بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه. ايه؟ ايه؟ انت مش يوسف. وربنا يوسف. لا مش والله العظيم يوسف. لا يعني انا هكدب عليك بعد العمر ده؟ قول والله العظيم انت ما يوسف. يا ابني يوسف. يا عم افتح لي الفندق. اهدى يا عم. افتح لي سيب شقه. ابص ايدك. اهدى يا عم. يا سفينه ما تفتحناش. يا ما تفتحناش يا عم. يا بنت ولا يا بنت ولا يا بني. خليكي كده. كفايه حرام. حرام. كفايه. كفايه عصر برتقال في عينيا. عينيا بقت سكري. خلاص. في ايه؟ هعمل بيبي برتقال. طب بسرعه، قصدي بسرعه بسرعه. ركز معايا. انا معاك اهو. ها؟ نعم. ركز معايا. انا معاك اهو. معاك الشنطه دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك. ايوه ايوه. ابني ابني. حلو. يا رب تفهم. شنطه ابنك دي انا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب. انا ابني مش حرامي. ايوه مش حرامي. ده ظابط قد الدنيا. اخرسي. ماتت. اخرس. طيب حاضر. الشنطه اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعنخ امون؟ انت بتتاجر في الاثار يا راجل انت؟ راس بني ادم انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهيه. لا لا. ابوس ايدك. ابوس ايدك. اتصرف يا عم اتصرف. طيب طيب بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت، انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل. بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك؟ ديلي؟ هو انا بقى فيا ديل؟ فكني فكني. خليني استحم واعرف اتكتك. ولا دبشه؟ نعم يا ريس. عايز عينيك ما تنزلش. بلاش عينيك. عايزك تراقب صابر. عارف صابر؟ لا يا ريس. مش مهم. المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا ريس نخنوخ. يلا اتكع على الله. اتكع على الله. يوسف. يوسف. اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا ناس؟ سقطت في الكلية وقلت عادي. كدبت على الناس كلها وقلت تعدي. لكن اتبلي براس بني آدم. راس. راس يا ناس. Thank you.
انت ايه يا باشا؟ خضتني؟ خضتني انت اللي خضتني، جايب لي جسمي يا سفينه وانا ناقص. هلا حلل المشكله، سرقته من المخزن، رميت الدماغ بتاعته وهنحط الدماغ بتاعتنا دي هنا ورجعه زي ما كان، ولا من شيف ولا من ديري. طب والله العظيم انت بتفهم يا دي سفينه. تلميذك يا باشا. طب يلا يلا ننفذ الخطه. يلا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الراس راحت فين؟ كويس يا غاري، انت زعلان ليه؟ الراس فين يا ده السفينه؟ والله العظيم ما خدت حاجه. الراس تطلع دلوقتي لو اديك في داهيه. والله ما خدت حاجه يا باشا. اوعى البتاع دي من سكتي. ايه يا باشا مالك؟ اقسم بالله الراس دي لو ما ظهرت دلوقتي لا اقطع راسك واحطها مكانها. انت هتخوني في راس يا باشا. انا هخونك في صباعي يا معفن. الراس تطلع. الراس تطلع دلوقتي. والله العظيم ما خدت. طب اهو كله تمام يا خنوخ. لا الفلوس الاول حلو. انت فين امال؟ مالكش دعوه انا فين، فلوسك في الحفظ وفي السول. بقول لك ايه، سلام دلوقتي، اصل داخل على لجنه. واضح اللي اتهقف. بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ ما فيهاش حاجه يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح. انزل من العربيه. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اقصدش ابجح ولا حاجه. خش اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. فتشوا العربيه. فتشوا العربيه ليه يا باشا؟ العربيه ما فيهاش حاجه. فتشوا العربيه. افتح افتح. اخلص. اطلع اطلع. فين الشنطه دي في العربيه؟ افتحها. ايه ده؟ راس مين دي؟ عم صبري اتمسك بالشنطه. ما خرب بيتك يا عم صبري. وبعدين يا ريس، عم صبري اتمسك بالشنطه. ضيعني الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صبري اتمسك بالشنطه؟ ولا ليالي مع عم صبري هو اللي اتمسك بالشنطه. خلاص يا بت، بت دي هتشرف معانا لغايه اما نشوف حل في المصيبه دي. مصيبه ايه يا ريس؟ بتاعت عم صبري اتمسك بالشنطه. يا باشا الشنطه دي مش بتاعتي، مش بتاعتي، احلف لك بيها عشان تسكت. الكلام ده بقوله في الاسم. حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، حبيبي اجمد يا يوسف. ابوك لاول مره في حياته مظلوم، وانت الوحيد اللي هتقدر تثبت براءته. ما تخافش يا بابا، انا مستعد اعترف لهم ان الشنطه بتاعتي. لا لا اوعى تعمل كده. لو انت ابني بصحيح تثبت براءه ابوك وتنقذ حبيبه. حبيبه؟ هي فين حبيبه؟ مخطوفه. مين اللي خطفها؟ نخنوخ صاحب الراس، الراجل اللي اتبدلت شنطتك معاه في الاوتوبيس. انا مرضيش اقول الكلام ده لوكيل النيابه عشان انت اللي تقوم بالمهمه دي لوحدك يا بطل. طب اتورطنا بابا وتقول لبطل. ماشي هتشوف، هتشوف ابنك هيعمل ايه. الزمالك هو حسام حسن، ابراهيم حسن، تصعيده عاليه، وائل جمعه يقطعها على طول لابراهيم سعيد اللي عامل مباراه. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحده. هو حسام غالي في وسط. جعانه جعانه قوي. انتوا يا عصابه، انتوا يا منحرفين، انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت عامله دوشه ليه؟ انا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه ما انت مخطوفه؟ انا جعانه قوي، وانا والله هموت من الجوع، بس مفيش اكل هنا، حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل يا سمكاي. دبش. اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني؟ ديليفري. لا ما اعرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم. 010 355 138. ما ترد. نمره غريبه مش رابط. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ يا ترى انت فين يا حبيبه؟ ما ترد، يمكن نمره مهمه.
ايوه ايه سمك، بطلوا السفاله وقلت ادب بقى على المسك. هقول له حبيبه اللي بتاكل عندك كل سنه، وتعالى بسرعه احسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبه زبونه عندك؟ ايوه يا عم هي حبيبه. هقول له العنوان بسرعه. بيت، انا شكيت فيك يا بيت، ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ اديله العنوان يجي هو، ما تدفعيش الحساب. لا هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه، حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه، ما تخافيش انا هتصرف. سفينه ورقه وقلم واكتب اللي هقول لك عليه بسرعه. ورقه وقلم. حاضر يا شاول، قول اكتب. 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب. ماشي ماشي. جمبري. وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنون. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب. ماشي حاضر يا حبيبتي حاضر. طب بقول لك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ هي دي الفيلا، تعال ورايا.